بالنسبة لمنصة وزارة الصحة، هل هي منصة آمنة للبنانيين؟ أنا بأكد للجميع انه هي منصه امنه. في حكي كثير عن اختراق المنصه وامكانيه، هذا الكلام مش مزبوط. خلينا نشوف البروف. انا بتحدى اي واحد، وانت اول واحد، انك تجيب لي شيء فرجينا وين هي مخترقه. انا قبلت التحدي. هيدا دوله الرئيس حسان دياب، بيانات دوله الرئيس حسان دياب كلها. خليني بدي فرجيك انا اجمل معلومات. حضرة الوزير بس خليني انا وياك. انت اخذت مني مستندات يا معالي الوزير. حضرة الوزير دكتور فراس لوراق، لأنه دكتور فراس